في تونس أفاد مراسل الجزيرة أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن التونسي تشكل حواجز وتحاصر ساحة القصبة في العاصمة وتمنع مسيرات حاشدة لمنظمي الاعتصام من بلوغ الساحة وتنفيذ ما يعرف باعتصام القصبة الثالث. ودعا شباب الثورة في تونس إلى هذا الاعتصام للمطالبة بخلع رئيس الجمهورية المؤقت الذي يحتكر إصدار المراسيم الرئاسية، كما يدعون لإقالة حكومته وإحداث هيئة رئاسية مؤقتة لحماية الثورة، كما يطالب المنظمون بالتصدي لما قالوا إنه استمرار لسياسة القمع لدى الجهاز الأمني وتواصل تعيين المسؤولين من منتسبي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما طالب منظمو هذا الاعتصام باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة ومحاكمة بن علي وعائلته. معنا من تونس مراسل الجزيرة أنس بن صالح. أنس، ما الذي يمكن أن تضيفه بخصوص هذا الاعتصام؟ هذا الاعتصام كان قد بدأ بطريقة سلمية ومسالمة بحيث توجه المحتجون إلى ساحة القصبة، لكنهم فوجئوا بوجود إنزال أمني كثيف شد جميع المنافذ والطرق والمسالك المؤدية إلى ساحة القصبة حيث مقر رئاسة الحكومة والمجلس البلدي لتونس العاصمة ووزارة المالية ومؤسسات وإدارات حكومية أخرى، فبالتالي اضطروا إلى البقاء منزوين في أحد المداخل حيث كان هناك طوق أمني كثيف يشكله رجال الشرطة وقوات أمنية أخرى من مختلفة، وبالتالي لم يستطيعوا أن يتقدموا خطوة إضافية وظلوا هناك إلى أن جرت بعض مناوشات انتهت بتدخل أمني عنيف في حق بعض المتظاهرين، مما اضطر المعتصمين إلى فك اعتصامهم تراجعوا نحو مناطق وسط المدينة في شارع الحبيب بورقيبة تحديدا، حيث يعاودون الآن التجمع لدراسة موقفهم وربما بحث الخطوات الواجب اتخاذها في الساعات والأيام المقبلة لتلافي السبل القمينة بإنجاح الاعتصام الثالث الذي يريدونه امتدادا لمحطتهم النضالية، وهو اعتصام يرونه ضروري في مرحلة حاسمة من تاريخ تونس المعاصر، وضروري أيضا لتصحيح مسار الثورة التي يقولون إنها زاغت عن سكتها وعن مسارها بفعل اختلالات كثيرة يعددونها في بيان أصدره مساء هذا اليوم، وهو كما ورد في مقدمة الخبر ينص على جملة من الإجراءات والتدابير لعل أبرزها على الإطلاق هي فكرة خلع رئيس الجمهورية المؤقت، وهي فكرة ربما استجدت حديثا في الخطاب السياسي لشباب الثورة بحيث أنها لم تكن تتردد كثيرا ربما إلا في الساعات الأخيرة تبلورت بشكل حاسم ومثالي لتكون هي قطب الرحى في المواجهة السياسية للمرحلة المقبلة. شكرا جزيلا لك أنس بن صالح مراسلنا من تونس.